يستضيف النادي الأهلي على ملاعبه بالجزيرة فعالية بطولة إفريقيا رقم 30 للأندية أبطال الدوري لسيدات الكرة الطائرة خلال الفترة من 14 وحتى 26 من مارس الجاري للمرة الثانية على التوالي. تسعى سيدات المارد الأحمر لحظ النجمة العاشرة بعدما حققنا اللقب أعوام 90 99 2003 2007 2009 2015 2016 2018. تأمل الجماهير الحمراء في الاحتفاظ بلقب إفريقيا للعام الثاني على التوالي والوصول للقب العاشر من إجمالي 30 بطولة ليصنع الأهلي تاريخا غير مسبوق كعادته يصعب على منافسيه معادلته أو اللحاق به. يشارك في البطولة 17 فريقا وهم الأهلي، الشمس، الصيد، سبورتينج من مصر، المجمع البترولي الجزائري، قرطاج التونسي، وفرق الأنابيب والسجون والبنك التجاري من كينيا، فريق فاب الكاميروني، فريق كامبالا سيتي ونوكومبا من أوغندا، فريق الجمارك النيجيري، فريق أسيك ميموزا الإيفواري، فريق ريفينيو الرواندي، فريق دي جي أس بي الكونغولي. الأهلي نجح في استضافة البطولة الماضية وسخر كل إمكاناته لخروج البطولة في أفضل صورة، ما جعل الاتحاد الإفريقي يسارع في الموافقة على طلب الأهلي لاحتضان البطولة على ملاعبه للعام الثاني على التوالي.